فيما يخص التعليم الجامعي بالعراق، عندنا 35 جامعة وكلية حكومية. نعم. حاليا بس عندنا 75 كلية أهلية. لا بالضبط الرقم الحقيقي هو 64. 64 جامعة وكلية أهلية. نعم. هل 63 ولكن ضافت جامعة جديدة وصارت 64 جامعة وكلية أهلية. نعم. هل هذا التمدد صحي مدروس أم فيه ضغوط أم يتحكم فيه؟ خلي أسألك أول شيء عن التمدد هذا. نعم. وبعدين أسألك. نعم. على التحكم. هو حقيقة أستاذ كريم بالنسبة إحنا كما أسلفت قبل قليل أنه هناك إحنا عندنا نمو سكاني. زين. إحنا نحتاج إلى هذه الجامعات، نحتاج إلى هذه الكليات، ولكن إذا أردت أن تسأل عن النوعية. طبعا. نوعية الكلية ونوعية الجامعة هنا يحتاج لها حقيقة وقفة. صارت استحداثات حقيقة ليس بالمستوى المطلوب من ناحية البيئة الجامعية وكذلك البنى التحتية، واليوم أصبحت أمر واقع حقيقة. دورنا اليوم إحنا أن نرصن هذا الجانب ونتابع هذا الجانب، وبالتالي أنه نضعه في السياق الصحيح، وخلاف ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية بإيقاف هذه الإجازة إذا ما استوفت متطلباتها. وبالتالي اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صنفت هذه الكليات والجامعات، وإن شاء الله قريبا سوف نطلق التصنيف الوطني للجامعات العراقية على حد سواء الكليات والجامعات الحكومية والأهلية، ونشخص مكامن القوة والضعف، وبالتالي سوف يكون الضعيف في محطة تحتاج إلى مراجعة، ونعطي سقف زمني. هذا السقف الزمني يفترض بأن يجتاز من خلال تطوير هذه البيئة الجامعية أو الكلية وكذلك